السلام عليكم شباب، فيديو جديد وحلقه جديده من قناه الام بي اف. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. حلقه النهارده مميزه جدا، ولكن ما تنساش دعواتكم لاخواتنا. ربنا يا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز مقتدر بحق واحد احد اللهم امين يا رب العالمين. ما تنساش يا صديقي تقول امين، ما تنساش اشوف تحت في التعليقات الله الله ربي لا اشرك به شيئا. وبسم الله الله بينا نبدا على بدايه حلقه النهارده على البطل ايه اللي انا بقوله ده، على لوكسور الشخص الغريب قوي واللي انت شفت الصوره بتاعته والعنوان بتاعه. ولكن انا مش عارف ليه المصريين يعني الفتره اللي فاتت بقى لهم سنه وشويه مواقع الغرب مهزقاهم بالمره. ده شخص مصري هنا بيقول لك الفرق من جولاي 2020 فرق 4 سنين تحول. ده مصري على فكره. ودايما الاقي حاجات المصريه الفتره اللي فاتت الحاجات الهبله المتخلفه عند الغرب. طيب الشخص ده طبعا احنا عارفين اللي هو برونو، الناس اللي متابعه كمال اجسام عارفينه. الشخص ده على فكره من يهودي او بيدعم الكيان، انا ما شفتوش بيدعم الكيان بس هو يهودي بيلبس النجمه بتاعتهم والكلام ده، ولكن ده بياخد منشطات. انا بوريك بس الفرق وجينيا عامل ازاي. ركز كده في ترابيزه وفي اكتافه وبالتشيست بتاعه وبالبايسبس بتاعته، تمام التمام. في واحد شبهه بالظبط اللي هو ايروس لوكسور، الشخص المتخلف المنجوس. يعني بص الصراحه غريب قوي. الفكره بقى ليه بقى انا نفسي كل شويه اسال يا جدعان، والله بقى من سنين بسال وبالذات السنتين ثلاثه الاخر، هو ليه الحاجات المتخلفه الزيوت بقى واي حاجه متخلفه هي اللي الشخص ده مشهور. مش بس اللي هو مشهور، لا ده كمان مدرب وعامل ويب سايت واللي هو بيدرب ناس. ازاي مشهور ده جينيا زي برونو اللي هو اليهودي، تمام، ولكن بقى دمر نفسه بالزيت السنسول. يعني ده بيتعاطى منشطات وجيناته حلوه، خلي بالك جيناته حلوه، ولكن قال يخربها بقى يخربها بالشكل ده. ده الحقن اللي بيقعد يضربها موشم. انا سبحان الله ببص للناس دي بقول سبحان الله، يعني الناس دي ربنا هيعاقبهم ازاي؟ يعني سبحان الله وقت كده ما تفهمش ميوله ايه وضرب منشطات في كل مكان وبالشكل ده موشب في كل حته. سبحان الله، ممكن يعني ندعي له بالهدايه. انا الصراحه شفت ناس في الحرم المكي موشمين، وطبعا شفنا برضو على السوشيال ميديا كتير سبحانك يا ربي ناس كتيره بالشكل ده ربنا هداها للاسلام كبنات او شباب، وانا شفت الصراحه شباب كتير بالشكل ده. عشان كده بقول لك ندعي لهم بالهدايه. بس ايه ده، يعني حرفيا ايه ده، بص كده عامل لي الكابتن عزوز هنا بالشكل ده، ايه ده؟ خلي بالك الواد بيضرب منشطات وجينيا جامد. خلي بالك اللي بيضرب او بيعمل تاتوهات بالشكل ده البشره بتاعته بتضرب. وهنا بقى لما قبضوا عليه طبعا ده كله فبركه، والفبركه بتعمل الوفات وملايين المشاهدات. خلي بالك هي واضحه قوي، يعني جاب عربيه اسعاف ما تفهمش جابهم ازاي، اصدقائه بقى ولا ايه، ودخلوا وقبضوا عليه وقفشوه وبيتمرن ومش عارف ايه. وانا مش عارف بقى الناس بتصدق ولا الناس عبيطه في دماغها ولا ايه. بكلمك على الغرب على فكره، خلي بالك في الوطن العربي للاسف، يعني بص كده شكله عامل ازاي. وفي الوطن العربي للاسف الحاجات الهبله المتخلفه، الله يعافينا يا رب العالمين، هنا بيوريك دراعه قد ايه بقى، الحاجات الهبله المتخلفه هي اللي بتشتغل. ليه انا مش عارف، يعني ليه انا تابع واحد شكل ده؟ يعني انا ما بظهر الناس دي، والله انا ما كنتش عاوز اظهرهم عشان بقرف منهم الصراحه. بس ناس كتيره قالوا لي لما انا جيت في حوالي من سنه ولا حاجه قلت لهم يا جدعان دي يمكن اخر حلقه اعملها على الناس دي، على اللي بيتعاطوا زيت السمسم اللي هو زيت السنسول اللي هو فيه حاجه و70% زيت السمسم، وقلت لك 12.5% مسكن و12.5% مش فاكر والله ايه، يعني بتضرب زيت السمسم اللي بص بقى بشرتهم بعد التاتوهات. على فكره اكتر الناس اللي بيتعاطوا او بيعملوا تاتوهات بالشكل ده بيبهدلوا جسمهم بالتاتوهات، بشرتهم بتضرب بيكون شكلها غريب. يعني بص كده الغريبه بقى اللي هو بيحب لعب كمال اجسام وبيشيل اوزان جامده. بعيدا عن الهزار اللي هو الفيديو ده، ادخل على الاكونت بتاعه تلاقيه بيشيل اوزان لان هو بيتعاطى منشطات. بص ترابيسه زي برونو، بس برونو مش مقضيها ايه، مقضيها منشطات فقط، انما ده يضرب كله. بص بشرته، عافانا يا رب العالمين عافينا. بص ما تفهمش ميوله بقى، سبحانك يا ربي كل حاجه ضربت عنده، دماغه ضربت وشكله ضرب وكل حاجه ضربت. بص ده مثلا لاعب كمال اجسام، بص ضارب فين؟ ده لاعب كمال اجسام وعاوز ينزل بطولات وكده، بص ضارب في اللاتس بتاعته عامله ازاي؟ مش واخد بالك؟
بس متوحش. ده من ضمن المشاهير على فكرة. بس ده بيضرب منشطات مع حبة زيت سنسول. وهنا هنختم في واحد كده عامل لي سايد شيست برضو. الحاجات دي المتخلفة اللي بتعمل ملايين المشاهدات. ده واحد برضو فاتح، انا اول مرة اشوف الشكل ده الصراحة. ده بيتمرن على فكرة، ده بيتمرن. بس انا مش عارف ليه الحاجات دي يا جدعان هي اللي بتشتهر. يعني ده طبعا مش هقول لك صحي، بس هو اصح طبعا من اللي بيضرب زيت السنسول. ده كله شحوم ومش عارف ايه، مع انه بيتمرن على فكره. يعني يدخل الاكونت بتاعه، مش عارف اسمه ان بي ام تي 1 ده الاكونت بتاعه، بيتمرن والكلام ده كله، بس بيشتهروا طبعا. انا بقول لك الكلام ده علشان تخلي بالك، زيت السنسول يا جدعان ناس كتيره بتموت بسببه الفتره اللي فاتت. وان شاء الله هنرجع تاني للسلسله دي، اتوقفنا بقى لنا شهور، ولكن علشان ننصح الشباب يا جدعان والله 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 اخرك يعني. مش عاوز اقول واحد كمان، واحد مصري توفاه الله من قريب، الله يرحمه يا رب العالمين، كان برضه بيتعاطى. وانا قايل لك كذا واحد اللي هو هيموتوا وبيموتوا، مش عفانا الله اللي انا عارف حاجه في الغيب والكلام ده، ولكن معروفة يا جدعان بتدخلوا سموم. لإما قلت لك بتر للأعضاء اللي هو الدراع يعني، أو المكان اللي أنت هتحط فيه، زاد اللي لازم يتفضى بيجي بيتحجر وبيعمل تورمات والتهابات فظيعة جدا فظيعة جدا، وبيضطروا يشلوه بيفضوه وبيملوا تاني. يعني بيفضوا وبيملوا تاني، بيروحوا للدكتور يفضوا وبيملوا تاني. وأنا حطيت فيديوهات هنا في القناة، بس الله يهدينا ويهدي الجميع يا جدعان. ما تنساش دعواتكم لاخواتنا، ربنا يا رب ينصرنا وينصرهم نصر عزيز مقتدر بحق واحد احد، اللهم امين يا رب العالمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. سلام عليكم شباب.